مو من لحد ديالهم بعد ما وجدوا لي نانشو ما شوفوا معايا كيفاش كيجي. هنا بالنسبه للحشوه خديت مقله غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون وزيت الروميه. هنا عندي بصله كبيره مشلضه غنحطوها تشحر حتى يذهب لينا اللون ديالها، وغنضيف عليها شامبينيون مقطع الى قطع صغيره. بالنسبه لهاد الحشوه راه كتجي سهله بزاف التحضير، يعني كتوجد بسرعه وما فيهاش بزاف ديال المقومات. هنا غنديروا فيها غير الدجاج، وغنديروا فيها البصله والفطر ايضا، الفطر اللي عنده معلب يقدر يديرو، اللي عنده الفطر العادي حتى هو مزيان كيجي لذيذ. بعد ما تعبات لينا هاديك البصلة دات هاد اللون الذهبي شحرات مزيان، انا هنا البصلة درتها في الهشوة، تقدرو تقطعوها بالسكين، الا كنتو تقطعوها بالسكين قطعوها مزيان. شامبينيون مقطع مزيان الى قطع صغيرة، نشقروهم واحد شوية. انا عندي القطع ديال الدجاج كيكونوا صينين كنديرهم في القطع ديال الضو او الطحان ديال الضو، كيسطحنوا بحال هكا كيجيو مفرتين بحال هكا، كيسهلوا في الطحن ديالهم. تقدروا تاخذوا كفته من عند الكزاف، تاخذوا مطحونه بطبيعة الحال. كنخلطوا دوك العناصر ديال الدجاج والشامبينيون والبصله اللي درنا تنسجموا مع بعضهم مزيان، ومن بعد نضيفوا عليهم العطريه اللي بقات لينا. دابا غنضيفوا العطريه، غنديروا شويه ديال سكنجبير، شويه ديال القزبر، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه يابسه، اللي ما عندوش ثومه يابسه يقدر يدير ثومه عاديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال العطريه ديال الحوت. حنا هنا غنديروا هذا الخليط من السم العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، شويه ديال الهريسه وشويه ديال القزبر مقطعين وشويه ديال الزعتر، خلطوهم نضيفوهم كاملين على وحده. هنا غنضيف ايضا شويه ديال التحميره نسيتها باش تعطيني واحد شويه هاد اللون. نخلطوا المكونات جيدا، داك الدجاج مع داك الخليط والعطريه باش كلشي ينسجم مع بعضو. ملي يبدا تحمر لينا داك الفته في داك الزويته تكون العطريه تلقات فيها البنه ديالها. الحشوه كتجي لذيذه بزاف، خطيره الصراحه. تقدروا ديروها بزاف ديال الحاجات، تقدروا ديروها في ليكيش، تقدروا ديروها في بريوات، نستمر في الخلط حتى يتشحروا لنا مزيان ونطفي عليهم. هنا بالنسبه للدجاج ما حددتش لكم كميه، حيت انا الكميه ديال الدجاج على حسب واش بغيتوا الحشوه تكون كثيره ولا قليله. انا هنا درت نص كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، نخليوها تبرد على جنب ونمشيو باش نوجدوا فاش غنعمروها. بالنسبه لهاد المملحه غنحتاجوا ورق الفيديو، هنا ندير ورق الفيديو. ورقه البسطيله صراحه عمري ما جربتها بها، كاين ورق الفيديو كيلصق، يعني ملي كتبغي تجمعو كيلصق وكيعطي داك التكرميله وداك القوام اللي بغينا. غير حاولوا ما امكن ورق الفيديو تاخذوا داك الورقه تكون خفيفه، ملي تهزوا الباكيه ديال ورق الفيديو ما تكونش داك ما تكونش ثقيله باش ما تجيكمش معجنه. غنحلو بحال هكا، كناخذوا جوج وحدات من ورق الفيليو. انا هنا عندي جوج، هانتوما هما ملاصقين وحده فوق وحده، ناخذ وحده بحال هكا، وداكشي اللي بقى ليا غنطويه باش ما ينشفش ليا. تنكمل هادو اللي عندي ونعاود نحلو باش نستعملو الاخرين. كندهنوا سطح العمل شويه ديال الزيت، كناخدو شويه ديال الزبده. انا هنا خلطت الزيت والزبده، كندهنوا بهم ديك الورقه كامله باش ما تجيش ناشفه كاع الجوانب. هنا كيف شفتوا واخا تقطع لكم واحد شويه راه ما كاين حتى مشكل، هو حاولوا ما امكن بالنسبه لورق الفيليو تاخذوا شي واحد اللي يكون جديد، ملي تهزوا الباكيه تلقاوها خفيفه ما تلقاوهاش ثقيله، كدا تقطع وكتكون مدقصه شويه. انا هاد الباكيه اللي خديت ربما شويه
ناقصه شويه، واخا التاريخ ديالها باقي بعيد على اين راه كيكونوا ماركات بزاف. حاول تبحثوا تلقاو الافضل، هذه اللي لقيت حاليا. بعد ما كندهن ديك الوراق ديال الفيليو، انا كيف قلت لكم دايره جوج ورقات، غنقسموهم على اربعه. جوج اربعه، حاولوا نقسموهم على اربعه الاشرطه متساويين. دابا نوريكم الطريقه اللي غادي ندير. انا هنا عندي كاس صغير من القاع ديالو، دهنت شويه ديال الزيت، غندير بحال هكا. نشد داك الشريط الاول ديال الورق الفيليو، نحط الكاس في الاول ديال الورقه، ندير بحال هكا باش يجي داك النص اللي كاين لتحت يجي متساوي مع النص الفوقاني. كنبدا نطوي بحال هكا، نبدا نجمع، كنطوي وكنجمع، كنطوي ونجمع. باش كيعطينا بحال هذا الشكل. هانتوما كنضغط عليه بحال هكا بالكاس باش يتطرسى مزيان. دابا غنجر، هانتوما كيفاش كيجي، كيجي الوسط خاوي. هنا فين غنديرو الحشوة ديالتنا، كنحطوها فوق لاطا لي ديجا درت فيها بابي سلفيغيزي أولها مدهونة بالزيت. كنشمعوهم، يعني ماشي كيتحمرو غير كيتشمعو، ويكونوا واقفين وشادين فراسهم باش منين نديرو فيهم الحشوة يكونوا واقفين، ومن بعد نخرجوهم باش نعمروهم بالحشوة ديالتنا. يعني هنا غنستعمر معاكم حتى نكمل بقية لاباط اللي عندي. دابا انا ندخلهم الفرن تشمعوا شويه ويشدوا فراسهم ونخرجهم باش نعمرهم بالحشوه اللي صيبت. الفيديو ها هما وجدوا، انتم انا راه حمرتهم غير واحد الشويه. دابا غنعمرهم بديك الحشوه اللي صيبت من قبل، من بعد ما بردات لينا، وناخد مرقه صغيره نعمرهم من الوسط بحال هكا. هنا راه كاينين شي وحدين راه كيجي الشكل ديالهم مقاد شويه مع الفرن، بحال كيتضغطوا واحد شويه، ولكن ماشي مشكل. هنا الحشوه تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو، هذه غير الحشوه اختياريه، تقدروا ديروا خضروات مشحرين مع الشامبينيون وتنسموا العطريه شويه ديال الزعتر واليزير، راه حتى هما كيجيو لذاذ، وديروا فيهم الجبن في الوسط. ما تعمروش بزاف حيت مازال غادي نديروا الفرماج في الفوق وهو لاصوص بيشاميل. تقدروا تكتفيو غير بالحشوه وديروا الفرماج من الفوق. دوك القنيطات ديالنا ها هما وجدوا بعد ما عمرناهم. هنا حاولوا ما تعمروهمش حتى الفوق حيت مازال انا هنا غادي ندير لهم لاصوص بيشاميل. الا كنتو غدير لهم غير فرماج راه تعمروهم في هذا القياس راه مزيان، دير لهم شويه ديال الفرماج من الفوق. انا لاصوص بيشاميل كنبغيها باش تعطيني ديك التعليقه لداخل. دابا غناخذوا بحال هكا معلقه ديال لاصوص بيشاميل، حاولوا نضعوا بحال هكا قليل من الفوق. هنا معليش غنخدم شويه بيديا. من بعد ما عمرتهم ودرت لهم لاصوص بيشاميل كيف كتشوفوا بحال هكا، حاولوا ما امكن ما تقويوهاش، انا هنا عمرتهم واحد شويه نتوما حاولوا ما تقويوهاش. دابا غنضيف لهم فرماج احمر، ولا انا غدا كنخلط ديما فرماج احمر مع الموتزاريلا. ديروا بحال هكا تضغطوا واحد شويه، وانتوما بحال هكا ديروا فرماج احمر فوق من ديك لاصوص بيشاميل. انا في هاد الاثناء شعلت الفران خدمتو من الفوق لتحت، انا بغيت غير يتغراتينا ليا داك الفرماج اولا يدوب ليا من الفوق. ما يذهبش بزاف ماشي مشكل، بقى غير يدوب حيت ديجا عندي كلشي طايب، غير بغيت دوك القنينطات اولا دوك العش ديال العصافير اللي صيبنا عمرناه بديك الكفته بغيناه يتحمر شويه من الجوانب. نستمر تنكملهم ندخلهم الفرن ونتلاقاهم بعد ما يوجدوا لينا.
مهم لحد ديالهم بعد ما وجدوا لينا نتوما شوفوا معايا كيفاش كيجيو. راه كيجيو المنظر ديالهم رائع بزاف، وداك المذاق خصوصا، وفي نفس الوقت المنظر ديالهم جميل بزاف، وشي حاجه مختلفه صراحه. انا اللي جربتهم عجبوني، واي حاجه كتعجبني كنبغي نجربها معاكم. صدقوني الا جربتهم ما غاديش تندموا عليهم بتاتا. نتوما كنحاول نعطيكم اي حاجه كيكون المذاق ديالها لذيذ كنحاول نشاركها معكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.